Jordan is one of the most water-scarce countries worldwide. In order to reduce the pressure on freshwater resources, GIZ is supporting the Water Authority of Jordan in implementing a project on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. The project aims at improving the performance of wastewater treatment plants by developing and introducing a quality management system called Technical Sustainable Management. إن تطبيق مشروع الإدارة الفنية المستدامة في محطات معالجة الصرف الصحي التابعة لشركة مياه اليرموك سيكون له مردود إيجابي من ناحية استمرارية المحافظة على أصول مرافق هذه المحطات وضمان استدامتها ورفع مستوى أداء العاملين في محطات الصرف الصحي من خلال تزويدهم بالبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التشغيل والصيانة والمجالات الأخرى وبالتالي تحقيق الاستراتيجيات الخاصة بوزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك والتي توافق مع السياسات العامة للدولة. قبل تطبيق الإدارة الفنية المستدامة تي اس ام في محطة تنقية وادي حسان كان هنالك يوجد ضعف في التنسيق ما بين الكي بوزيشن الموجودة في كادر المحطة. بعد تطبيق الإدارة الفنية المستدامة تي اس ام الأردن أدى إلى تحسين الإنتاجية من خلال تفعيل الصيانة الوقائية مما ينعكس على كلف الصيانة، العمل في بيئة أكثر أمانا من خلال الالتزام بمهمات ومعدات السلامة العامة وحماية الموظفين من الإصابات، مما أدى إلى رفع الروح المعنوية للموظفين وزيادة ثقتهم بأنفسهم، تحسين نوعية المياه المعالجة من خلال الالتزام بالأسس والتعليمات التشغيلية الصحيحة، تنظيم العمل وتوزيع المهمات ومعرفة كل موظف شو بيشتغل. بعد تطبيق نظام تي اس ام جوردن عندنا في المحطة صار في عندنا هيكل تنظيمي واضح بيشمل المهام الرئيسية والوظائف الرئيسية في المحطة من ناحية التشغيل والصيانة والسلامة والموارد البشرية، وهذا الشيء صار يسهل عملية تبادل المعلومات ما بين الوظائف الرئيسية في المحطة، وهذا التوثيق أتاح لنا فرصة توقع الخطأ والتنبؤ فيه قبل وقوعه. ومن خلال تطبيق هذا النظام صار عندنا بيئة عمل أكثر أمان من ناحية توفير معدات السلامة والتدريب على كيفية التعامل مع هذه المعدات، وصار عندنا نظام موارد بشرية مستقل بالمحطة يتيح للموظف الحصول على المعلومة اللي بتخصه بسهولة ويسر. عملية التفتيش ضمن مشروع الإدارة الفنية المستدامة TSM يتكون من 6 مراحل رئيسية، وهي التفتيش على الموارد البشرية وعلى السلامة العامة وعلى التشغيل وعلى الصيانة وعلى ضبط الجودة وعلى كفاءة الطاقة. عملية التفتيش غالباً تقوم عن طريق يومين، في اليوم الأول نقوم بتدقيق الوثائق الفنية المطلوبة، وفي اليوم الثاني نقوم بعمل زيارة ميدانية لكافة مرافق المحطة، وعند اجتياز المحطة لكافة متطلبات التفتيش يتم منها شهادة معتمدة. So my congratulations to you and your staff. After 3 years of project implementation, 7 wastewater treatment plants have been successfully certified. As a result, effluent quality is according to national standards, human resources are improved, work environment is safer, and processes are standardized. GIZ will continue to support to secure sustainability by strengthening capacities in the Jordanian wastewater sector.